بعد 6 سنوات على إغلاقه، يعود حمام السوق الحلبي ليغسل آثار الحرب عنه ويعج بالحلبيين بعد عام من تحرير حلب. ها هي حلب تتعافى. إعادة فتح حمام السادات بعد إعادة إعماره كأول حمام سوق في حلب القديمة. إعادة افتتاح هذا الحمام جاء عقب ترميم الحمام الذي يعود تاريخ بنائه إلى النصف الثاني من القرن العشرين. حمام السود يعني للفرحة للبهجة للنظافة للتغسيل للنظافة، بعدين بيجتمعوا الشباب فيها كان يجتمعوا. كان أول أيام الأعراسنا الأعراس العريس يجيبوه يخسلوه أول مساء، يروح على العرس صباحية الحمام، يعني وضع الحمام لجمع الحبايب لجمع الأحباب الأصدقاء. رجعنا للأمان، رجعنا يعني استقرار للحضارة، هذا الشيء القديم يعني الله عم نحضر وقع برجع. مبسوطين كيفين بحمام السوق الحمد لله رب العالمين، عبين ما يرجع هيك الوضع كله لكل البلد إن شاء الله تعالى. والله حمام السوق لأهل حلب تراثهم القديم هو قبل الشيء. حمام السوق يعني بلد الأمان والاطمئنان، يعني حمام السوق للكبار وللصغار للجماعات الحلوة، السهرات الحلبية، أعراس كذا هيك شغلات، طرب فرح. يعني حمام السوق تراث قديم وتراث أجدادنا وأبهاتنا والحمد لله كله رجعناه ورممناه ورجع أبدا مثل ما كان وأحسن إن شاء الله. يوم مساعيكم مساعي الشباب لافتتاح الحمد لله رب العالمين بعد سنوات من انقطاع هيك، وفي إقبال بالظاهر كتير، العالم متعطشة للتراث بالأحرى، يعني عرفت كيف هيك إلى طابع خاص، إلى طابع خاص يعني للتراث هيك، إلى غير روحة الحمام غير إلى يعني. يعتبر حمام السوق إرثاً شعبياً يتوارثه الأجيال. بعد مرور عام على تحرير حلب الشهباء تعود الحياة إلى المدينة ويخيم جو الأمان والسعادة على وجوه الحلبيين.